مصنع الكيان للأعلاف بيسعى ليساهم بشكل كبير في الحد من السياسات الخاطئة اللي بيتخذها المربين مع قطعان التربية لديهم، اللي بيتحقق من خلال إنتاج قوي وغني بالعناصر الغذائية اللازمة كالبروتين النباتي اللي بيحتاجه الحيوان خلال فترات حياته المختلفة لتحقيق الهدف اللازم من رعاية الماشية زي التربية أو التسمين أو الحلاب. ونال المصنع ثقة كبيرة من العملاء لأنه بيتبع نظام علمي حديث في التغذية، وبيسعى كمان للتواصل الفعال مع المربين ومساعدتهم على حماية قطعانهم من خلال التوعية بمواعيد التحصينات واللقاحات البيطرية المختلفة، وكمان توجيههم لأفضل السبل للوقاية من الأمراض، وده من خلال المتابعة الدائمة مع نخبة من أكفأ الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين اللي بيشتغلوا تحت راية واحدة وهي الكيان للأعلاف، اللي بتسعى للارتقاء بمستوى الإنتاج الحيواني من خلال تتبع أفضل السبل العلمية للوصول إلى أعلى نتائج مناسبة وأعلى معدلات التحويل وزيادة إضرار اللبن ورفع الوعي عند المربي، والمتابعة مع كبار البيطريين للوقوف على أحدث المستجدات في طرق التغذية ومقاومة الأمراض سعياً لتنمية الثروة الحيوانية في مصر. المهندس أحمد بيومي مدير التسويق بمصنع الكيان للأعلاف، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. النهاردة احنا بنتكلم عن تسويق، يعني جودة المنتج. تمام. احنا تسويقنا بالنسبة للكيان للأعلاف ايه بقى؟ احنا بفضل الله احنا متخصصين في علف المواشي والأغنام، يشمل التسمين والحلاب والأغنام والتربية. بالنسبة للتسمين في تسمين بقري وفي تسمين جمسي، وبرضو بالنسبة للحلاب في حلاب بقري وفي حلاب جمسي. بنغطي نسب البروتين كلها، ما عندك من 21% و 19% و 16% بالنسبة للحلاب. وبالنسبة للتسمين معايا 19% بدي عجول، ومعايا 16% ومعايا 14% بفضل الله. الأغنام في أمهات 18% وفي تسمين 16% وفي تسمين 14%. في التربية علفة التربية علفة 11% بروتين، ديت خاصة علفة متكاملة. تمام. شغاله معانا برضو طيور، وشغاله معانا تربيه الحاجات اللي هي مش بتنتج سواء كان لحم او لبن. نوصل للعميل ازاي احنا في المحافظات؟ هل لدينا وكلاء مثلا في المحافظات؟ احنا بفضل الله دلوقتي معانا تيم كامل بالنسبه للمناطق، معانا اسماعيليه وشرقيه، ومعانا الجيزه، ومعانا لخط الصعيد كله، ومعانا طبعا اسكندريه والبحيره والغربيه والمنوفيه. خطتنا دلوقتي احنا الحمد لله تيم كتيم مندوب المبيعات الحمد لله غطيناه تماما. بالنسبه للوكلاء الحمد لله بفضل الله بدانا ان احنا ننتشر انتشار كويس. بالنسبه لكل منطقه في وكيل باذن الله الحمد لله. يعني النهارده خدمه ما بعد البيع ده اهم من تسويق. بفضل الله برضو موجود دعم فني كامل بالنسبه سواء كان للصحه العامه سواء كان من تيم البيطري. معانا برضو استاذ دكتور بفضل الله في جامعه اسكندريه الحمد لله برضو موجود معانا لخدمه ما بعد البيع وبفضل الله برضو موجود استاذ دكتور في التغذيه خاص ببرنامج التغذيه لكل مزرعه. يعني في برضو مزارع حسب ان كان هي الجمسي او باري، كل مزرعه برضو بيبقى ليه بروتوكول خاص بالمزرعه بتاعته حسب التكاليف بتاعته وحسب الانتاج بتاعه وحسب برضو معدل التحويل ونسبه التصافي بفضل الله. يعني النهارده الكيان للاعلاف عنده منتج جديد، احنا بنسوق له ازاي؟ الخطوات البدائيه بقى. احنا بفضل الله احنا بادئين بقالنا اكتر من سنتين ونص، بدانا شغل عموما بقري بس، حاليا دلوقتي بفضل الله بندخل واحده واحده. دخلنا الحمد لله بقالنا اكتر من شهر معانا دلوقتي علفات الجاموس خاص بالجاموس. احنا دلوقتي احنا متخصصين في علف الموشي بس، فاحنا بفضل الله بنشوف كل حاجه بتكون ناقصانا وبنطور من نفسنا. احنا بدانا بقري، دلوقتي معانا بقري وجمسي، بفضل الله دلوقتي معانا اغنام، وكل الحمد لله بفضل الله كل علفه معانا تيم ومعانا مزارع كامله شغاله بيه. يعني عندي مثلا مزارع خاصه بالجاموس شغاله اوريدي دلوقتي في الجاموس الحلاب والتسمين، برضو نفس الكلام في الحلاب، نفس الكلام برضو في الامهات الاغنام وفي تسمين الاغنام برضو نفس الكلام بفضل الله. يعني النهارده المربي بيدور على الجوده وبيدور على السعر الكويس، لازم هم الاثنين مربوطين ببعض. احنا بفضل الله عاملين معدل تحويل من كيلو وربع لحد كيلو 450 بفضل الله، ده اوريدي على الواقع على ارض ونسبه التصافي معانا من 60 ل 62%. دي بناخدها من الجزار نفسه لان هو بيذبح في السلخانه، فبناخد منه نقدر ناخد منه نسبه التصافي بتاعتنا سواء كانت في العجول البارع او في العجول الجمس. تمام. احنا كفي تسويق بنشتغل برضو على الشكاره، بيكون لها مثلا ارشادات مثلا للمربي. طبعا احنا عندنا الشكاره بتاعتنا مش سايبين حاجه فيها الا وكل شكاره موجود فيها اللي هي صلاحيه الانتهاء بتاعتها. طبعا الصلاحيه بتبقى 6 شهور، موجود فيها في كل شكاره، في قلب كل شكاره بيبقى معانا باركود بالنسبه للشكاره موجود فيها كل حاجه خاصه بسواء كانت مكونات العلفه او سواء كان مده الصلاحيه بتاعت العلفه نفسها.
المهندس محمد رجب وكيل مصنع الكيان الاعلاف بجنوب الجيزه، اهلا بك. الله يرحمك. الله يرحمك. انت كحضرتك كوكيل النهارده، نعم، انت بدات من امتى في مع التعامل مع مصنع الكيان الاعلاف؟ بدات من شهر 10، وبصراحه يعني كان اول بدايه مع المهندس احمد، جاني وتعرفت على بعضه، طبعا معرفه مسابقه يعني، بس ما شاء الله بعد ما تعاملنا في المنتج بصراحه وبدات المزارع اللي عندي تجربه نال اعجابهم، وبصراحه ما شاء الله معامل التحويل بتاعه كان عالي. يعني حتى ما شاء الله عندي مزارع اشتغلت 14 وفي مزارع شغاله بال 11، وسبحان الله مع ان ال 11 يمكن بروتينه اقل، لكن ما شاء الله عطى انتاجيه عاليه جدا عن بعض انواع اخرى من 14%. عندي عميل في ال 14% ما شاء الله النهارده، ما شاء الله بيقول لي انا عندي التحويل ما يقرب من 2 كيلو يوميا. ده بالنسبه لمزارع التسمين. لمزارع التسمين تمام، ما يقرب من 2 كيلو يوميا. تمام، بسم الله ما شاء الله. يعني ال 11 التسمين بيعمل ما يقرب من كيلو وربع يوميا في الجاموس، ماشي. يعني المزارع اللي بتدي 2 كيلو ده بقر بس، وبسم الله ما شاء الله طبعا يعني بدا الانتشار بتاعه يوسع. يعني احنا هنا في منطقه ريفيه، بمعنى ان هنا فلاحين، يعني كل واحد مثلا النهارده ده بيقعد مع ده، ده بيقعد مع ده، ده بيحكي لده، ده بيحكي لده، فبتلقى ايه ده لا يقول لك انا هجرب، لا ده انا هاخد، ده انا هقعد. فاحنا ما شاء الله جوده المنتج ساعدتنا في سرعه انتشاره. طب بالنسبه لمزارع الحلاب بقى هنا؟ الحلاب ما شاء الله يعني هو زود معاهم انتاجيه اللبن بصراحه، يعني الناس خدت منه شغلت فيه جدا، وخصوصا 19% كمان، 19% في الابقار عامل شغل عالي مع الناس في زياده معامل التحويل ومعدل انتاج اللبن والاضرار. اكتر مناطق هنا انت بتوزع لها عليها عليها يعتبر مناطق تركيز؟ العياط دي رقم واحد بالنسبه لي، وطبعا بسم الله ما شاء الله هنا يتسم اهل العياط بحاجه حلوه قوي، يعني عندهم ثقافه التغيير. يعني بمعنى ايه؟ يعني انا مش مثلا طلعت لقيت مثلا ابويا كان بيشتغل في منتج معين او في نوع معين زي الخلطه، لا انا هعمل زي ابويا، لا عنده ثقافه التغيير. يعني ايه؟ انا عاوز اجرب اي جديد طالما كويس انا اجربه، انا ليا مصلحتي. ما شاء الله المنتج كل ما بيثبت جودته كل ما تلقى اهل او المزارع بيقبلوا عليه اكتر. يعني ما شاء الله بقول لحضرتك النهارده احنا كنا بادئين مع الباشمهندس احمد، قلنا نبدا بنقله 2 في الشهر، النهارده ما شاء الله وصلنا معاه لكميات كبيره في الشهر، وفي زمن انت النهارده من شهر 10 لشهر 3 النهارده 5-6 اشهر المنتج ما شاء الله ثبت نفسه جامد. انت كوكيل النهارده المصنع كبير زي كده، النهارده في تذبذب في الاسعار. تمام، في تذبذب في الاسعار طبعا، يوم منخفض يوم عالي، انت بتتعامل ازاي النهارده مع المربي هنا؟ والله احنا بنتعامل اولا على وش السوق، واحنا بنتعامل بشفافيه مع المربي. والله احنا النهارده المصنع نزل فاحنا نزلنا، المصنع طلع احنا طلعنا. وبرضه خلي بالك النهارده المزارع فاهم، لان النهارده تذبذب السوق ده كل المزارعين فاهم، نتيجه مثلا لصرف الدولار احنا الخامات مرتبطه بيه، فكل المربين دلوقتي اصبحت فاهمه ان الموضوع مش بايدي ولا بايد المصنع. المصنع النهارده نفسه النهارده يعمل اعلى منتج باقل سعر يوفر المربي، لكن انت مرتبط بسعر خامه، وبالتالي برضه المزارع وصاحب المزرعه فاهم الموضوع ده، فبالتالي هو ما عندوش مشكله السعر طلع فبيطلع، وفي نفس الوقت برضه لما بيطلع السعر سعر اللحم بيطلع، سعر اللبن بيطلع معاه، نزل السعر سعر اللحم بينزل معاه، فالامور بتبقى متكافئه. حضرتك كموزع النهارده عندك خدمه ما بعد البيع، انت قاعد في منطقه طبعا ريفيه، تمام، اي حد مربي النهارده بيجي لك بيقول لك انا عندي مشكله مثلا ده ما عملش تحويل كويس، تمام، مثلا في انتاج اللبن او انتاج اللحوم، احنا بنتعامل معاه ازاي بقى؟ والله احنا بنتعامل معاه بنتصل على الاداره في الشركه، وبصراحه هم بيستجيبوا معنا فوري، بيبعتوا لنا مثلا دكتور بيطري مهندس زراعي من عندهم، طب ايه المشكله؟ بيخش بيعرف ايه المشكله سببها، اذا كان السبب عيب من عنده. ما هو مش كل المشاكل بناخدها على اساس ان العيب في العلف، ما انت ممكن يكون عندك مشكله مرضيه في البهيم مثلا انت بتعرفه، او في البقره او في العجل انت بتعرفه. فالنهارده احنا لازم نعرف سبب المشكله، هل السبب بالنسبه لنا جاي من مرضي، او هو السبب مثلا ممكن يكون سوء تهويه، ممكن يكون عنده معلش رطوبه في الارض، يعني مشاكل كتير. لو طلع من العلف الناس بصراحة بتستجيب وبتبدأ تشوف ايه المشكلة في العلف وتبدأ ايه تظبطها بصراحة. يعني ده موضوع بيننا وبين ربنا. يعني المهندس عبد الرازق عرفه مدير الانتاج بمصنع الكيان الاعلاف، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. انتاج بنبدا النهارده كعلف النهارده بمراحل،
من بداية الخامة فحص بعد الإنتاج فحص، إحنا بنبدأ إزاي؟ إحنا بفضل الله وكرمه مش بندخل أي خامة عندينا ومفيش أي بدايل. خامتنا الحمد لله كلها مستوردة، سواء كإضافات أو كمواد خام للعلف نفسه. مفيش محل خالص كلها مستوردة الخامة؟ الخامة كلها مستوردة الحمد لله. تمام. ودايما بنتعامل مع كبار التجار والموردين، ونتعامل أحيانا مع المينا مباشر. لا تمام، خلينا إحنا في بداية الخامة النهاردة، الخامة وصلت، إحنا بنتعامل معها إزاي؟ خامة بمجرد ما بتيجي بتاخد عينة منها، والعينة بتتاخد برضو مش بأي طريقة أو أي سلوك، بنتاخد بطريقة زجزاجية، إن إحنا بناخد من كل مكان من أجزاء الجرار اللي داخل عندنا. تمام. ببعت عينة للمعمل تتحلل، بعد كده أستلم. بتعامل مع أكتر من معمل، أفضلهم طبعا معمل القاهرة للدواجن، وفي القريب العاجل إحنا خلاص ابتدينا في إن إحنا ننشئ معمل خاص بينا وقريبا هنستلمه، بس الحمد لله بنتعامل مع كيانات كبرى في المعامل، ومجرد ما استلم النتيجه والنتيجه مطابقه للمواصفات الموجوده عندي بستلم الخامه، تتخزن برضو بطريقه كويسه خالص من حيث التهويه والمكان اللي تحط فيه، وبعد كده من المخازن الموجوده عندي بودي المخازن بتاعه التنسيب اللي هي بتنسب الكميه المطلوبه لكل طن. تمام. وبعد كده طبعا حسب الكميه دي بتروح لكل طن، وده طبعا دايما في معايره دوريه على الموازين دي عشان ما يحصلش اي دروب في البروتين او في الدهن او في اي تركيبه، وكذلك برضو عند الاضافات لازم برضو عندي اضافات بتضاف مثلا بالجرام، يعني في اضافات مثلا على الطن ككل مثلا حوالي 100 جرام وفي اضافات عندي 50 جرام، فلازم يكون الموازين اللي عندي موازين دقيقه جدا ومعايره جدا، علشان اي غلطه ممكن تحصل اي مشكله او تدي نتيجه تحويل غير اللي احنا مستنينها او مردود غير اللي احنا شايفينه مثلا كحلاب، يعني الحلاب مثلا النتيجه بتظهر يوميه عندي، فانا لازم أن اكون دقيق في كل الشغل بتاعي والخامات بتاعتي اللي داخله عندي، والحمد لله كل اللي جرب شاف ده وشاف الدقه دي، احنا في المنتج نفسه ملموسه على ارض الواقع في المعمل الرئيسي اللي هو الحيوان بتاعنا اللي هو بيدينا النتيجه يوميه زي الحلاب مثلا او خلال شهر كمعدل تحويل لحيوان التسمين. تمام. احنا معدل التحويل بالنسبه للتسمين بيدينا كام، ومعدل التحويل بالنسبه للحليب لابقار الحلاب بيدينا كام؟ يعني البقره بتحلب قد ايه لغه المربيين؟ هي البقره بتحلب قد ايه بتختلف طبعا من السلاله بتاعه الحيوان نفسه. تمام. من نوع العلف اللي هو مكله من عندي مثلا 16 او يعني 19. انت بتتعامل مع مزارع هولشتين مثلا او هولشتاين، بتتعامل مع مزارع سيمنتال، بتتعامل مع بقى بلدي. تمام. ده بيديك قد ايه وده بيديك قد ايه، انتوا متابعين بقى؟ احنا الحمد لله وصلنا في الهولشتاين، يعني كنا وصلنا من 45 ل 50 كيلو في مزرعه، وده كان بيوكل العلف 21% بروتين، وجرب العلف 19% بتاعنا، وبفضل الله بنتائج منه هو قال ان حصل زياده 3 كيلو لبن يوميا في كل راس. تمام. والحمد لله احنا عندنا زيارات دوريه، يعني احنا منسقين جدول زيارات شهري على العملاء بتوعنا، لازم يوميا يتحرك فريق دعم فني يوميا، عاملين جدول بنروح للمزارع بتاعتنا ونروح نشوفهم ونشوف بيعملوا ايه، وبنديهم برنامج التغذيه، حط قد ايه دريس، قد ايه تبن، قد ايه علف، نشوف برضو مردود التحويل عنده ايه. الحمد لله برضو معانا مزارع تجريبيه بتاعتنا احنا خاصه بينا، بنجرب بيها اي علفه قبل ما ننزل بيها السوق، ودايما بنحاول، وده يعني حاجه اساسيه عندنا ان احنا نحافظ على ثبات التركيبه، لان اي تغيير بيقابله طبعا اكيد دروبات، يعني تقلبات السوق زي ما بتحصل، ان انت الناس دلوقتي الحاجه بتغلى فبيدخل بدايل او بيضطر ان هو يغير في التركيبه كل فتره حسب متغيرات السوق، احنا بنحاول نحافظ على التركيبه بتاعتنا وعلى الجوده بتاعتنا، علشان ده ليه مردود كبير بيظهر بعد كده في المزرعه. وده الحمد لله فضل من ربنا وكرم منه، يعني احنا ابتدينا بفتره وجيزه خالص، يعني احنا ابتدينا من شهر 5 ككيان، بس الحمد لله بفضل ربنا وكرم واحنا بقالنا زمن كبير ومبتدين باسم الحاج اشرف اللي هو شركه الخلاوي، ودي شركه بقالها 30 سنه او يزيد في استيراد الخامات وتوزيع الخامات داخل مصر، وده برضو يعني خلى لنا رجل ثابته في السوق، ان احنا برضو عندنا خبره في ان احنا نستلم الخامه، ان احنا نعرف الخامه جايه من فين، مصدرها ايه، دولتها ايه، الاضافات مصدرها ايه، هل الليبل المحطوط على الشكاره بتاعت الاضافات ده حقيقي ولا هو ايه، وصلنا برضو بكبار اللي هم اللي بيدخل كبار المستوردين للخامات دي، فانا بقدر ادخلها بسعر كويس واقدر اديها للزبون بتاعي بسعر كويس، يعني انا يوم ما ادخل مثلا 1000 طن ذره مش زي مثلا كمصنع مثلا صغير بيبتدي مثلا ب 100 طن ذره، فالسعر طبعا بيختلف، فالفرصه دي بتديني فرصه ان انا اعرف انافس في السوق بسعر كويس وجوده عاليه برضه.
حسن عبده مربي ماشي، اهلا بيك. وسهلا. انت حسن كمربي ماشي النهارده بتتعامل مع علف الكيان، شركه الكيان. تمام، احنا اخبرنا ايه بقى؟ الله اكبر، الشغل 100 100، والشغل عطينا تحويل احلى، والشغل بتاعه والله اكبر من مادي معانا من كيلو 250 جرام ل 2450 جرام، والشغل كل يوم بيزيد حلاوه. الشغل الله اكبر، والشغل ما فيش تغيير ولا في ناشف ولا في شغل 100 100، جاي الله اكبر. انت عندك مزرعه ولا مربي في البيت يعني حظاير وكده؟ حظاير، كذا حظيره. تمام، قول لي احنا بناخد العلف دلوقتي بندي مثلا الجمو العجل كام وجبه في اليوم بقى؟ على حسب، ممكن وجبتين او ثلاثه. يعني انا دلوقتي انت بتقول لي التحويل كيلو اكتر صح؟ ايوه. تمام، الكيلو الاكتر ده العجل بياخد كام وجبه بقى في اليوم؟ على حسب ميزانه، ممكن العجل ياخد 4 كيلو، وممكن العجل ياخد 5، وممكن العجل ياخد 8، مش كله، والصغير على حسبه، مش كل عي كل عجل وليه علفته. تمام، يعني هي والشغل هو الله اكبر. يعني انت عن تجربه العلف الكيان عامل معاك شغل حلو؟ شغل الله اكبر. تمام، الوقت ما جربناه وهو الشغل الله اكبر واحنا مشينا عليه، فموازينه شغل اللهم صل على النبي 100 100، وانتاجه الله اكبر. تمام، وعطي توزينه وعطي تحويله وعطي في اللحم شكله حلو. انت طبعا بتربي عجول بقري ولا جاموسي؟ بقري وجاموسي الاثنين. وتربيه صغير وكبير. تمام، انت بتجيب العجل بقى عمره قد ايه عشان يخش العلف؟ احكي لي بقى. ممكن نجيب عجل لباني بيبدا من 19%، وممكن نجيب عجل كبير بيبدا من 14. تمام، ممكن عجل يبدا من 16%، مش كله على حسب. كل شغل على حسب وزنه. تمام، يعني بنبدا من نعك من 16 ل 11 الله اكبر ل 19، والشغل كله الله اكبر، يعني ما فيش اي تغيير. تمام، بالنسبه للناس بتتابع معاك هنا في علف الكيان بتتابع معاك؟ ايوه، متابعين معايا في علف الكيان. يعني علف الكيان بيتابع معاك؟ ايوه، مربي صغير النهارده. أيوة، بيتابع معاك مربيين صغير ومربيين كبار. احنا بنتكلم على الصغيرين بقى، سيبك من الكبار، انت الكبار ليهم قصه تانية. ايوه، انت كصغير النهارده كمربي صغير في فريق دعم بيجي لك بيقول لك النهارده العلف ده عامل معاك ايه؟ ايوه. ده تحويل قد ايه؟ ايوه. تمام، حسن عبد منصف احد مربي الماشي، اهلا بيك. مرحبا بيك. انت بتتعامل كمربي النهارده مع الكيان للاعلاف، قول لي بقى بيديك تحويل قد ايه سواء بالنسبه لي الحلاب او التسمين؟ والله انا ما عندناش حلاب، احنا عندنا تسمين. تمام، وجربنا من الصغير والكبير، يعني من 19 اللي هو الرضيع، وجربنا اللي هو الكبير اللي 14%. تمام، بيديني من كيلو لكيلو الا ربع كده، كيلو وكيلو وربع. ده بالنسبه للمعدل التحويل يوميا. تمام، بندي كام وجبه بقى في اليوم احنا بالنسبه للعجول بقى؟ احنا بندي وجبتين صبح واخر النهار. طب قول لي حسن دلوقتي انت جبت عجل صغير صح؟ ماشي. بتتعامل معاه ازاي كبرنامج غذائي بقى؟ عجل صغير بنبدا معاه من 19 16 وبعد كده بندخل على 14. تمام، بتبيع على قد ايه بقى؟ الصغير ده بيقعد معانا بتاع 19، الكبير بياخد دورته من 15 ل 16. الاوزان عندك قد ايه؟ الأوزان بقى على حسب ما تجيب، الصغير ده بيبقى معاك من 60 كيلو ل 100 كيلو، الكبير بتبدأ معاه من 200 لحد 300. أنت بتطلع من المزرعة بتاعتك؟ أنا بنطلع بقى معاك لحد 500 مثلا. 500 كيلو؟ طب قول لي بالنسبة للأخبار الأسعار إيه بقى النهاردة بقى؟ الأسعار لا مش موازية معانا. مش موازية إزاي؟ مش موازية بالنسبة للأعلاف والشغل دلوقتي، مش موازية معانا. يعني ما فيش حد بقى يعني هي يا دوب بتغطي كده. مفيش حد بيخسر. إيه يعني يا دوب مغطية نفسها. مغطيه نفسها؟ ده كيلو اللحمه النهارده بكام مغطيه نفسها؟ ما انت بتتكلم على اللحمه عند الجزار، احنا بنتكلم علينا عندنا صح هنا. انت بتبيع مثلا النهارده بكام؟ بتبيع في السوق ولا بتبيع للتاجر؟ انت بتبيعنا في السوق او في التاجر هنا بيجي ياخد منك ب 170 مثلا بقى او ب 180. انت بتبص انت للكيلو هناك بتبيعه بكام؟ 400 جنيه 420. انت بتتكلم على اللي احنا بنبيعه هنا.